بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. على الود والمحبة نلتقي في رحاب كليتنا، كلية الآداب الجامعة المستنصرية، وعلى منصة نادي الكتاب الدولية. اليوم قراءتنا تحمل عنوان تطور الطفل، يقدمها الأستاذ المساعد الدكتور نزار قاسم توفيق من قسم علم النفس. أمسية ثقافية مميزة نتمناها لكم. يتفضل السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر بتقديم كلمته مشكورا. تفضل دكتور، المايك لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله بالقاسم وعلى أهل بيته وأصحابه الغر الميامين. أيها الأحبة، أيها الكرام الحضور، من كل بلقبه ومقامه الكريم، من أساتذة الجامعة المستنصرية وأساتذة الجامعات العراقية والزملاء والأخوة من الجامعات العربية، أهلا ومرحبا بكم في أمسية ثقافية معرفية من أمسيات كلية الجمال والإبداع كلية الآداب ومنصة نادي الكتاب الدولية. واليوم نلتقي مع مبدع من مبدعي كلية الآداب وعلم من علمائها، هو الأستاذ المساعد الدكتور نزار، في قراءة لموضوع مهمة تتحدث عن تطور الطفل. نتمنى له الموفقية في العرض والتلخيص والتقديم. تقديري واحترامي ومحبتي له ولجميع الحضور الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا دكتور عبد الباقي سيد عميد كلية الآداب. تفضل الآن الدكتورة ابتسام العابي رئيس قسم علم النفس، تفضلي دكتور. شكرا جزيلا أستاذ مهند، تحية طيبة دافئة لكل الحاضرين معنا، السيد عميد كلية الآداب المحترم، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أقدم الأستاذ المساعد الدكتور نزار قاسم توفيق. الدكتور من مواليد بغداد سنة 1965، حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم التربوية والنفسية من جامعة بغداد، حاصل على شهادة الماجستير في علم النفس العام من الجامعة المستنصرية، حاصل على شهادة الدكتوراه في علم النفس النمو من جامعة بغداد. يعمل الآن تدريسي في قسم علم النفس كلية الآداب الجامعة المستنصرية، له عدة بحوث منشورة في مجلات محلية ومشاركات في مؤتمرات وورش علمية دولية، له أنشطة في مجالات اجتماعية مثل عضوية منظمة الهلال الأحمر وجمعية مكافحة التدرب، كما له أنشطة ومشاركات مع منظمات دولية كمنظمة اليونيسيف، حيث ساهم في إعداد مناهج ودورات للمشرفين التربويين في المدارس حول التربية الإيجابية. فأهلا وسهلا بكم أستاذ نزار قاسم توفيق في تقديمك للكتاب عن تطور الطفل. شكرا جزيلا أستاذ مهند. شكرا جزيلا لكم دكتورة ابتسام رئيس قسم علم النفس. يتفضل الأستاذ نزار بتقديم القراءة مشكورا. تفضل دكتور نزار، المايك لكم. شكرا جزيلا دكتور مهدي، شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، السيد عميد كلية الآداب المحترم، السيدات والسادة الأساتذة الحضور المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بشكري الجزيل لعمادة كلية الآداب على إتاحة هذه الفرصة والدعوة الكريمة لقراءة هذا الكتاب اليوم، وأشكر بصورة خاصة السيد عميد الكلية المحترم لتشريفه وحقيقة للشرف بحضوره وحرصه الشديد على متابعة هذه الأنشطة التي هي الحقيقة يعني تصب كلها في خدمة الكلية ورفض المسيرة العلمية لكليتنا. شكرا جزيلا للسادة الحضور جميعا. قراءتي اليوم لكتاب
بعنوان تطور الطفل. هو الحقيقة كتاب أجنبي بعنوان The Developing of Child. هذا وجه الكتاب. The Developing Child. الكتاب كتاب أجنبي ومنشور بعدة حقيقة يعني طبعات. كتاب نشر في الولايات المتحدة. الكتاب من تأليف هولي بريسبن، والكتاب من الكتب الأجنبية الهامة في مجال علم النفس النمو أو علم النفس التكويني، ويعد مرجعاً هاماً في هذا التخصص، وهو منشور كما ذكرت في الولايات المتحدة وطبع عدة مرات. الكتاب يقع في 600 صفحة تقريباً، ويتناول نمو الأطفال منذ تكوين الجنين في رحم الأم وحتى نهاية السنة السادسة، يعني الطفولة المبكرة فقط. هذا الكتاب كله يغطي مرحلة الطفولة المبكرة، يعني منذ تكوين الجنين أو في بداية تكوين الجنين ومروراً بالولادة، ويستمر بالسنوات الأولى حتى سن السادسة أو قبل المدرسة فقط. احنا نعرف علم النفس التطوري طبعا هو من يعني بدايه الحياه وحتى النهايه، لكن هذا الكتاب يغطي فقط هذه المرحله، وكتاب قيم ويتحدث عن هذه المرحله بنموها وتطور القدرات والامكانيات في يعني بشكل مفصل ومن جميع جوانبها. هذا الكتاب يقع في 20 فصل، كل فصل يغطي جانب معين من جوانب النمو في حياة الطفل. الفصل الأول من هذا الكتاب هو تحت عنوان أنت والأطفال. يتحدث الكتاب عن اتجاهات الناس والشباب خاصة نحو تكوين أسرة، وماذا يعني ذلك بالنسبة لهم، حيث يتحدث أيضاً عن فهم وتفسير العلاقة بين الأبوين والأطفال، وكيف يبدأ الأبوين باكتشاف اتجاهاتهم نحو أطفالهم، واكتشاف مهارات الأبوة والأمومة التي يحتاجها كل شخص منهم، وكل شخص يحتك مع الأطفال سواء كانوا آباء أو أمهات أم غيرهم. هذا الفهم والاكتشاف يمكن الوالدين من تحديد اتجاهاتهم نحو الأطفال من خلال الإجابة عن أسئلة محددة، مثل كيف يمكن أن تصف علاقاتك مع الأطفال في حياتك اليوم؟ سؤال آخر، هل تحب الأطفال؟ وسؤال ثالث، هل تتحدث وتستمع مع الأطفال من مختلف الأعمار؟ ثم هل تعرف ماذا تفعل عندما تعتني بالأطفال من أعمار مختلفة؟ وأسئلة أخرى من هذا القبيل يجيب عليها هذا الكتاب. ثم يتساءل المؤلف لماذا ندرس الأطفال؟ ويجيب بأن التعلم عن الأطفال وتطورهم يكتسب أهمية كبيرة جدا من أجل تحسين فهمنا للأطفال ولأنفسنا على حد سواء، إذ أن أسلوب تعاملنا مع الأطفال يعكس سمات شخصيتنا، كما ويساعدنا في التفكير بالمستقبل واتجاهاتنا نحو تكوين الأسرة وشروط الأبوة الصحيحة. كل هذه الأسئلة والاستفسارات يتحدث عنها المؤلف في هذا الفصل، ويتحدث عن اتجاهات تكوين الأسرة ويعني نمو هذا الاتجاه لدى الشباب وربما حتى المراهقين الذين يفكرون في يعني الزواج أو تكوين أسرة في حياتهم المستقبلية. الحقيقة نعرف هذا الكتاب هو أجنبي ومطبوع في أمريكا ومؤلف من قبل شخص أجنبي، فهنا يعني تدخل اختلاف الثقافات، يعني ربما يعني
رغم هو يتحدث بشكل عام يعني، لكن ربما المراهقين والشباب في مجتمعات معينة ونمط الأسر، سوف نأتي في الفصل الثاني سوف يتحدث عن هذا الشيء، يختلف من مجتمع لآخر، فربما سوف نرى بعض الأشياء يعني هي عمومية حقيقة، لكن قد تختلف من مجتمع إلى آخر. هذه الأشياء سوف تتحف يعني تظهر في الفصل الثاني، والذي يحمل عنوان فهم العائلات أو الأسر، حيث يتحدث المؤلف عن أهمية العائلة بعد أن يعرف العائلة ومعناها وارتباط أعضائها ودورها كنواة أساسية لتنشئة الأبناء النشأة السليمة وفقا لقيم المجتمع الذي تعيش فيه الأسرة. ثم يتحدث المؤلف بعد ذلك عن أنواع العائلات، حيث يذكر أن هناك أنواع من العائلات. طبعا هاي هنا يعني ربما يدخل في تفاصيل قد تكون يعني بعيدة عن مجتمعنا أو يعني بمجتمعات أخرى موجودة، لكن هي على العموم متوفرة وموجودة في مجتمعات يعني أخرى. أنواع العائلات التي يتحدث عنها، أولا العائلة النووية أو عائلة النواة، وهي العائلة المتكونة من الأب والأم والأطفال فقط، الأسرة الصغيرة بمفهومها نعرفها، الأب والأم وأطفالهم، قد يكون الأطفال يعني 2 أو 3 أو يعني ربما حتى 1، ربما في المجتمعات التي الآن يعني تسعى إلى تحديد أو تنظيم النسل، وربما يعني أكثر، المهم ما تزيد عن هذا الوصف. ثم هناك العائلة الممتدة، وتشمل بالإضافة إلى النمط الأول الذي هو يتكون من الأب والأم والأطفال، تشمل أعضاء آخرين في العائلة كالجد والجدة، عفوا كالجد والجدة والعمات ربما والأعمام والأخوال والأخوات، يعني أقرباء يعني من الدرجة الأولى أو الثانية للعائلة. هناك نوع آخر من العوائل، وهي العائلة المفردة الأب أو الأم، وهذه العائلة تتكون من أحد الأبوين مع الأطفال بغض النظر عن عدد الأطفال، حيث يكون أحد الأبوين غائبا بسبب ما، قد يكون الموت أو الفراق يعني الانفصال وربما أسباب أخرى. وهناك أنواع أخرى من العوائل يتطرق لها المؤلف، قد تكون يعني ربما يعني غير موجودة في مجتمعنا، ربما في مجتمعات أخرى موجودة. في الفصل الثالث يتحدث المؤلف عن تأثير مهارات الأبوة، حيث يتحدث عن المهارات التي يتوجب على الوالدين تعلمها، وكذلك الأشخاص الآخرين المعنيين بتربية الأطفال. طبعا عندما أذكر هنا الأبوة يعني هو ترجمة المصطلح، يعني المقصود الأب والأم، يعني أبوة أو أمومة. فيتحدث عن المهارات التي يتوجب على الوالدين تعلمها، وكذلك الأشخاص الآخرين المعنيين بتربية الأطفال كالمدرسين والمربيات في المنزل والأطباء وعلماء النفس والعاملين في حقول أخرى معنية بالتربية. كل هؤلاء يحتاجون إلى معرفة المهارات الخاصة بتربية الأطفال والعناية والرعاية لهم. حقيقة طبعا الكتاب مثل ما قلنا واسع وفصوله كثيرة، فسوف لا أدخل بتفاصيل يعني ما يذكر، يعني هو داخل بتفاصيل يعني كثيرة، وحتى يعني مزودة بصور ربما لبعض المسائل العلمية. فباختصار يعني يتحدث عن كل هؤلاء الأشخاص ودورهم وأثرهم في يعني اكتساب المهارات أو إكساب المهارات للوالدين، وكيفية التعامل مع الأطفال. عندنا في الفصل الرابع هناك فترة الحمل و
الأمومة وكذلك الأبوة. يتحدث عن المؤلف في هذه أو في هذا الفصل عن مسؤولية اتخاذ القرارات واختيار المناسب منها حول استقبال المولود الجديد وتهيئة المستلزمات الضرورية كالملابس والأشياء الأخرى التي يحتاجها الطفل، والاستعداد لهذا الحدث من كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وغيرها من الجوانب. وكذلك يتحدث المؤلف عن التمنيات والرغبات حول جنس المولود، وكما هو معلوم يعني ربما توقعات، وربما الآن يعني في هذا الوقت يعني ربما أصبح من السهل معرفة جنس المولود قبل الولادة، لكن ربما هذا المؤلف كان في فترات يعني سابقة لم يكن من السهولة واليسر معرفة هذا الشيء. عموما يعني ربما حتى يعني اكتشاف هذا الشيء يعني في الفترات الأولى ليس بالأمر الهين أو المتيسر. عموما يعني هذا الشيء أيضا يعني هناك لدى الأم أو الأب رغبة في جنس معين أو تفضيل لجنس معين، هذه المسألة معروفة يعني في جميع المجتمعات، فيصاحب هذه الرغبة والتمني يعني ربما يعني تفكير في هذا الشيء وتوقعات قد يكون غير يعني قد يكون الجنس ليس هو الذي يعني تتمناه الأسرة. على العموم يتحدث بهذا الشيء بتفصيل المؤلف ويذكر يعني الانفعالات المصاحبة لهذا التفكير، كما يتحدث عن أسباب تجنب الحمل في بعض الأسر في مراحل معينة من حياتهم. احنا نعرف ربما بعض يعني الأسر او المتزوجين الجدد يعني يفضلون تأخير الحمل لأسباب معينة، ربما عمل او هذا، يأخرون هذه المسألة. فأيضا يتحدث المؤلف بشيء من التفصيل لهذا الدافع أو الأسباب هذه التي تكون وراء هذه الرغبة لدى الأم أو الأب، ربما كليهما يعني يفكرون بهذا الشيء. وأيضا يتحدث المؤلف عن المخاطر الصحية للأم الحامل والجنين في هذه الفترة والضغوط الاجتماعية والانفعالية المصاحبة لذلك، كما يتحدث عن تناول الأم للأدوية والعقاقير والمهدئات أو التدخين وغيرها من مواد وأثرها على صحة الجنين والأمراض التي قد يسببها له لاحقا. ويتحدث أيضا عن العلاقة بين فترة الحمل والأمومة، حيث يتحدث عن حالة الأم والأب واستعدادهم لذلك، وأيضا عن الأسر التي لا تنجب وتقوم بتبني أطفال من الملاجئ وتربيتهم ومبررات ذلك. في فصل آخر يتحدث المؤلف عن أو يصل ربما إلى مرحلة قدوم المولود أو الولادة، حيث يتحدث عن حدوث عملية الولادة منذ البداية وقلق الأم قبل وأثناء عملية الولادة وحتى خروج المولود الجديد إلى الحياة، وبتفصيل علمي وطبي دقيق مع يعني وجود صور توضيحية ل يعني حتى عملية الولادة وصور علمية يعني موضحة لهذه العملية بشكل مفصل. ثم يتحدث المؤلف عن المولود الجديد بعد الولادة وكيف يبدو، وتساؤلات الوالدين عن شكله ومن يشبه واستجابات الأولية وبداية عملية الرضاعة ثم عمل الحواس وتمييزه أمه عن سائر الأشخاص الآخرين وغيرها من التطورات المختلفة، يذكرها الحقيقة المؤلف بتفصيل واسع وشامل ودقيق. وفي فصل آخر يتناول المؤلف بعد أن تحدث في الفصل السابق عن مرحلة الولادة وبكامل تفاصيلها، يتحدث في هذا الفصل عن التطور الجسمي خلال السنة الأولى،
حيث يتكلم عن تقديم العناية للرضيع والطعام والمهارات المطلوبة للعناية به وتدريبه على تناول الطعام وأنشطة أخرى يعني يمكن أن يمارسها في هذه المرحلة، وأيضاً بتفصيل كبير لجميع هذه الفعاليات والأنشطة. في فصل آخر يتحدث المؤلف حول التطور الاجتماعي والانفعالي خلال السنة الأولى من عمر الطفل، إذ يشمل هذا الحديث نمو الانفعالات حيث يعرفها بأنها عملية التعلم بتمييز المشاعر المعينة وتحديد الهوية الفردية للشخص من خلال انفعالاته، والتي تختلف من شخص لآخر تبعاً لأسلوب التنشئة الاجتماعية بالإضافة للعوامل البيولوجية. وأيضاً يتحدث عن بناء الثقة عند الطفل من خلال العناية به، حيث أن العالم بالنسبة للطفل الجديد هو مكان جديد وغريب، واعتماداً على خبراته المبكرة سوف يتمكن من التأقلم وبمساعدة الأم مع العالم من خلال إحاطته بالرعاية والحنان والدفء الأمومي. أما فيما يتعلق بالنمو الاجتماعي فيذكر المؤلف بأن هذا النمو يرتبط بالنمو الجسمي وكذلك بالنمو الانفعالي للطفل، إذ أن استجابات الطفل المولود الجديد تجاه الآخرين بالطرق والوسائل التي تشجعهم على إشباع حاجات المولود الانفعالية والجسمية سوف تكون هي الغاية الأساسية، إذ عندما ينمو الطفل انفعالياً أو ربما عندما ينمو جسمياً سوف يصبح أكثر قدرة على التفاعل مع الناس الآخرين، وعندما ينمو انفعالياً فإن مشاعره تجاه نفسه تصبح جزء أساسي من علاقاته مع الآخرين، فيتعلم ويكتسب السلوك من خلال تفاعله الاجتماعي ونمو الانفعالي، وبالتدريج سوف تتكون شخصيته المستقلة. وعندما يصبح قادراً على تلبية بعض حاجاته وغير معتمد بصورة كلية على الآخرين فسوف يعني يكون هذا هو الهدف الأساسي. طبعاً في هذه المرحلة يعني ربما الحاجات الأساسية يعني تكون جداً محدودة وبسيطة، لكن هي بداية للاستقلال وال يعني انفكاك الاعتماد عن الآخرين. إذ تظهر في هذه المرحلة بعض السمات العامة للشخصية، فهناك الطفل الحساس والطفل العدواني والطفل الاجتماعي وأنواع وسمات أخرى تميز الأطفال بعضهم عن بعض. الحقيقة كل هذه النقاط يعني يذكرها بشكل واسع ومفصل، والحقيقة لو دخلنا في تفاصيلها ربما تأخذ وقت طويل، يعني ذكرتها بنقاط لأن مثل ما قلنا الكتاب يعني 20 فصل تقريبا، فذكرت يعني هذه النقاط يعني مجرد باختصار شديد وبوسع أقلام. في الفصل العاشر يتحدث المؤلف عن تطور الذكاء خلال السنة الأولى، ويشمل هذا الجانب أولاً فهم تطور الذكاء وثانياً مساعدة الأطفال على التعلم. ففي الجانب الأول يتحدث عن مجمل العمليات العقلية كالانتباه والذاكرة والتفكير واللغة وبداية اكتسابها وكيفية ذلك ودورها في تطور التفكير والذكاء والتعلم، وكيف تساهم هذه العمليات في نشوء المعرفة، ثم يتحدث عن أساليب التعلم وكيف يمكن للأسرة أن يساعد الطفل باكتساب حصيلته المعرفية وتنميتها وتطوير قدراته على التفكير والاستنتاج والتأقلم مع هذه المعارف وتطويرها. في الفصل الآخر
يتحدث عن التطور الجسمي بين السنة الأولى والثالثة. بدأ الآن ينتقل بعد أن أنهى السنة الأولى بجوانبها المختلفة، الجانب العاطفي أو الاجتماعي والانفعالي، الجانب الانفعالي عفواً والاجتماعي، وجانب التطور الذكاء، ينتقل إلى ما بعد السنة الأولى ويدخل في السنة الأولى يعني عفواً وحتى الثالثة. وأيضا بتفصيل ثلاث فصول، يعني يتحدث في الفصل الحادي عشر عن التطور الجسمي بين السنة الأولى والثالثة، و يعني نعرف في هذه المرحلة إذا دكتور نزار ويانا. زملائنا الكرام، أعتقد انقطع النت لدى دكتور نزار، طبعاً ننتظر عودته. طبعاً نرحب بالأساتذة الكرام اللي انضموا مؤخراً إلنا، ونرحب أيضاً بطلبة الدراسات العليا اللي انضموا أيضاً مؤخراً ويانا على هذه المنصة العلمية الثقافية. نعم دكتور نزار يعني رجع ويانا. دكتور بس افتح الصوت بلا زحمة. نعم دكتور. نعم تفضل دكتور. العفو العفو، بارك الله. على راحتك دكتور، على راحتك. نعم دكتور، هذا قطع من عندكم دكتور مو هيجي؟ والله دكتور لا، مو من يمنا أنا صورت، من يمك انقطع لأنه يعني مو موجود، يعني حتى مو نت مال البيت يعني مال شو اسمه كارتم حتى. تمام يعني تمام أصلاً. على العموم تفضل. نعم نواصل دكتور العفو. في الفصل الحادي عشر تحدثنا، قلنا أن هذا الفصل سوف يتناول النمو الجسمي للطفل بين السنة الأولى والثالثة بكافة جوانبه، ونعرف في هذه المرحلة سوف يعني بين السنة الأولى والثالثة يبدأ الطفل بالسير ويدخل مرحلة معينة يعني بالحركة لمسافات أبعد، وهذا طبعا هذا النمو الجسمي يصاحبه نمو يعني عندما يكون يعني يبدأ بالحركة يستطيع أن يعني يسير لمسافات أبعد فيبدأ يكتشف أشياء أخرى، فهذا يتعلق النمو الجسمي بالنمو الحركي والنمو الاجتماعي وتطور الذكاء، عندما يتحرك يستطيع أن يصل إلى مسافات أخرى، يتحرك داخل البيت أو غيره أو ربما حتى خارج البيت يعني مناطق، فيستطيع أن يكتشف شغلات، يتحرك ويبحث عن أشياء، ولذلك يكون مصاحباً للنمو الاجتماعي ونمو وتطور الذكاء في هذه المرحلة. وفي الفصل الثاني عشر يتحدث عن النمو الاجتماعي المصاحب أيضا فيها نفس هذه السنوات اللي هي بين السنة الأولى والثالثة وعلاقته بالنمو الجسمي مثل ما تحدثنا الآن قبل قليل وتطور هذا الجانب عندما يعني عندما يستطيع الحركة، وهذا ربما يستطيع يعني يخرج وربما يعني يتحدث مع أطفال الجيران أو غيرهم أو يعني يكون علاقات اجتماعية وعاطفية في هذا في هذه الفترة. في الفصل الآخر يتحدث عن تطور الذكاء في هذه الفترة أيضا السنة الأولى والثالثة، وقلنا أنه يعني هذه الجوانب الثلاثة هي حسب ما يذكر المؤلف وكما هو معروف هي مرتبطة فيما بينها،
نتيجة يعني علاقة التطور الجسمي بهذه الجوانب وتأثيره عليها. في فصل آخر يتحدث عن التطور الجسمي بين السن الرابعة إلى السادسة، بعد أن كمل ذيك الفترة بين الأولى والثالثة، بعد الرابعة، بين الرابعة والسادسة، وهي حقيقة يعني آخر مراحل يتحدث عنها المؤلف، يتحدث عن أيضا التطور الجسمي في هذه المرحلة، ثم يعني كيف يؤثر هذا التطور في مجالات الأخرى من جوانب التطور كالتطور الاجتماعي والعاطفي والانفعالي، بنفس المنوال يعني اللي تحدث عنه في السنوات السابقة بين الأولى والثالثة أو حتى بالسنة الأولى، لهذه الجوانب المتتالية: الجسمي ثم الاجتماعي والعاطفي والانفعالي، العاطفي والانفعالي. طبعا هذا الجانب يشمل التطور في هذه الأعمار، وأيضا يتحدث عن تقديم الرعاية للأطفال في هذه المرحلة أو هذه الأعمار، وكيفية التعامل مع هذه التطورات يعني ومتطلبات الطفل عندما يعني يبدأ بالتفكير، و يعني يبدأ في هذه المرحلة ربما يطرح أسئلة قد تكون يعني تحتاج إلى إجابات معينة دقيقة وصحيحة من أجل تعليم يعني الطفل على يعني الجوانب الصحيحة من حياته، لأن التطور الانفعالي والاجتماعي سوف يحتم على الأسرة أن يعني تعلم هذا الطفل القيم والمبادئ الخلقية التي يعني تكون متكونة في هذا المجتمع، ويجب أن يكتسبها ويمارسها بشكل صحيح لئلا يتجاوز يعني معايير الاجتماعية لهذا المجتمع. فبالتالي في هذا القسم يتحدث بشكل مفصل حول هذا الجانب، كيفية اكتساب الطفل للقيم والمعايير الاجتماعية الموجودة في مجتمعه وكيف يمارسها بالشكل الصحيح. وأيضا في فصل آخر يتحدث عن التطور الذهني والفكري في هذه الفترة بين الرابعة والسادسة، وطبعا في هذه المرحلة يعني يبدي الطفل يكون قد يعني وصل إلى مرحلة من النضج والتطور، بحيث يعني قدرات العقلية تستطيع يعني وصلت مرحلة أكثر على التحليل والتفكير والاستنتاج، اللغة أصبحت موجودة واللغة ارتبطت بالتفكير، وسوف يعني يكون قادر على يعني ممارسة اللغة والتفكير ويعني القيام باستنتاجات معينة، ثم طرح أسئلة يعني أكثر تعقيدا أو ربما يعني عمقا وصعوبة، ويحتاج إلى إجابات لهذه الأسئلة من قبل الوالدين. في هذا الجانب تطور الفكري أو الذهني في هذه المرحلة بين الرابعة والسادسة، يتحدث المؤلف عن جوانب معينة، حيث يذكر أن هذا الجانب يشمل الذكاء والتعلم في هذه المرحلة، ومن ثم الاحتياجات والمتطلبات التي يعني يحتاجها الفرد للالتحاق بالمدارس، لأن يعني أصبح يعني في هذه المرحلة ربما في مرحلة يعني رياض الأطفال أو التمهيدي، أو وأصبح مثل ما قلنا يعني يمتلك يعني كم من القدرات المعرفية التي اكتسبها، وكذلك يعني بعض منظومة القيم البسيطة خلينا نقول بداياتها يعني التي يحتاجها في هذه المرحلة أيضا تعلمها، يعني الصدق والأمانة والصح والخطأ وغيرها، بعض الأشياء العيب، بعض يعني الأشياء اللي تكون معيبة وغير مقبولة في المجتمع، كلها أصبح يكتسبها ووصل إلى مرحلة ما قبل المدرسة، وقايتها هي طبعا وصل لمرحلة من التفكير يعني بحيث يستطيع قادر على التعلم اللي هو يعني بداية التعلم الأكاديمي في المرحلة الابتدائية. في فصل آخر يتحدث عن الصحة والأمان، في الفصل التالي طبعا،
فهذا الفصل يذكر المؤلف أو يشمل هذا الفصل يعني التصدي للحوادث والأمراض ومعالجة الأشياء الطارئة والعناية بالطفل المريض. نعرف يعني إحنا الأطفال في هذه المرحلة قد يكونون عرضة يعني بسبب يعني مناعتهم أو صغر سنهم وتغير الأجواء أو ربما حتى الحركة يعني يعني بعدم الحرص أو عدم الانتباه أيهم قد يعني يذهب يعني خاصة مثلاً الآن في موسم الشتاء على سبيل المثال عندنا يعني ويتحرك نحو مثلاً صوبة أو غيرها على سبيل المثال، فكل هذه قد تعرض إلى حوادث معينة أو غيرها ربما في بعض المناطق، هذا قد يعني ربما في مجتمعات معينة في الشقق أو هذا يعني شوف قد تكون النوافذ مغلقة هي أصلاً بالتصميم مالتها أو ربما يعني ما موجود هذا، قد يخرج يعني تحدث حوادث كثيرة في هذا يعني يسقط من أماكن عالية يعني أو ربما في بعض يخرج إلى الشوارع أو غيرها. فعموما يعني يتحدث بتفصيل عن هذا الشيء ووسائل التصدي والحرص ووسائل الأمان التي يفترض بالأسرة أن يعني تنتبه إليها وتهيئها حفاظا على صحة الطفل، بالإضافة إلى العناية بالطفل المريض وكيفية يعني ربما يعني من يعني أشياء معينة ربما يشخصوها الآباء ينتبهون إلى إذا كانت حرارته معينة زادت عن حدها ربما يعني هاي شغلات ظاهرة يعني ينتبهون ويلجؤون إلى الأطباء من أجل يعني المعرفة قد تكون حالة خطرة أو يعني من هذا القبيل. في الفصل 18 يتحدث الفصل حول التحديات الخاصة بالأطفال، حيث يتحدث عن التعامل مع بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم الأطفال الشواذ أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعني غير الأطفال الشواذ، يعني بشكل عام يعني يتحدث عن هؤلاء الأطفال الشواذ وذوي الاحتياجات الخاصة. يتناول هذا القسم الأطفال الشواذ فيما يتناول القسم الثاني أطفال المهملين والإساءة للأطفال، والتحدث في القسم الثالث عن الضغوطات العائلية التي تصاحب وجود طفل من هكذا فصيلة أو نوع في العائلة وما يسببه من يعني مشاكل وربما ضغوطات على الأسرة. نعرف هذا الطفل يحتاج يعني إذا كان من أطفال الشواذ أو ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى عناية خاصة وربما رعاية معينة، وقد يكون يعني يمر بحالات أصلاً انفعالية معينة، وقد تكون الأسرة غير مهيئة يعني ربما حتى من المستوى الثقافي بالتعامل مع هكذا طفل، فأيضاً طبعاً يلجؤون للأطباء والمعاهد المختصة بهذا الجانب، لكن يبقى هذا الطفل يعني يعني وجوده يسبب ضغط معين للعائلة أو الأسرة ويحتاج إلى عناية خاصة ويعني نفسية معينة تتقبل هذا الطفل. في الفصل 19 يتحدث المؤلف عن رعاية الأطفال، وطبعا هذا الجانب يشمل يعني أيضا عدة نقاط. اولا وجود جليس الاطفال يعني ما احنا يعرف عندنا بالمربيه المختصه، قد يعني بعض العوائل يعني تلجا او يعني تجلب جليس الاطفال موجوده في مجتمعاتنا ومجتمعات كثيره بسبب عمل الام او ربما يعني حتى انشغالها في يعني او مساعده حتى لو كانت موجوده بدون عمل، فهاي طبعا يعني داخل بتفاصيلها تعرف يعني هاي قد تكون الجليسة من جنسية معينة مختلفة عن يعني ثقافة المجتمع ربما يعني يمكن نجد هذا الشيء يعني في مجتمعات معينة حتى مجتمعاتنا اللي يمكن اليوم دخلت يعني يجون من أقطار مختلفة ربما هي تمام يعني ربما تتكلم اللغة مالتنا لكن أيضا عندها ثقافتها الخاصة، وبالتالي هذا سوف يكتسب يعني معايير معينة أو يعني خصوصية معينة. دكتور نزار عذرا يعني لديكم 5 دقائق.
هو ما بقى شيء إن شاء الله، هو هذا تمام. فصل تقريبا ما قبل الأخير، وباختصار سوف أنهي. نعم، ففي هذا الفصل يتحدث عن مثل ما قلنا النقطة الأولى، وجود جلسة للأطفال وبكل تفاصيلها وتأثيراتها على الطفل، لأن هي تبقى يعني هي ليست الأم الحقيقية، أو يعني هي أم بديلة رغم اهتمامها وحرصها وغيرها، لكن تبقى يعني هي شخص ثاني بعد الأم الأساسية. أي شخص غير الأم الحقيقية يعني إلى حد ما يعوض، لكن ما يعوض بشكل تام عن الأم البديلة. والنقطة الثانية هي ملاحظة الأطفال والانتباه لهم والتصرفاتهم. والنقطة الثالثة المشاركة في رعاية الطفل وتثقيفه وتربيته. في الفصل الأخير 20 يتحدث المؤلف عن الوظائف ذات الصلة برعاية الطفل، وما هي الوظيفة التي تناسب الطفل والتشجيع على اختيار المهنة. يعني أحيانا ربما من هذه السنوات يعني ربما الأسرة تغرس في الطفل مثلا، يعني ربما يسألوك أسئلة تشتري الصيف المستقبل مثلا، يعني أسأل كذا، يعني قد يكون يعني يتقمص الأب يعني مهنة أبوه، والأم أيضا تتقمص ربما إذا كانت أمها تعمل، أو هذا الطفل يقول يعني يصير كذا طيار أو غيره. فيعني من هذا الوقت يعني طبعا هي يعني طموحات وليست يعني ربما تكون واقعيه، ربما المؤهلات لا تؤهل هذا الطفل مستقبل المؤهلات العلميه لهذه المهنه او غيرها عموما. لكن في هذه المرحله يعني يتم غرس او يعني سؤال الطفل عن مهنه معينه وتشجيعه على اختيار هذه المهنه. يعني هذا بشكل عام يعني أهم الفصول، وكل فصل وبشكل مختصر ماذا تناول. الكتاب واسع الحقيقة مثل ما ذكرنا، يعني هو عبارة عن 600 صفحة ومفصل، ويغطي فقط هذه السنوات الستة يعني مع مرحلة الجنين أو مرحلة ما قبل الولادة، فمتحدث بشكل كبير وواسع ولا يمكن تغطيته يعني بساعة أو أقل الساعة. فمجرد هذه الرؤوس تقوم حول يعني أهم الجوانب التي يتناولها هذا الكتاب. وأشكر حضوركم وحسن إصغائكم، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور نزار، محاضرة وقراءة قيمة جدا إن شاء الله. زملائي الكرام، أساتذتي الأعزاء، تعرفون آلية المداخلة وطرح الأسئلة، يا إما بالنقر على أيقونة رفع اليد، أو الكتابة إن في حقل الشات لغرض المداخلة وطرح الأسئلة. المداخلة الأولى ستكون مع دكتورة ابتسام، رئيس قسم علم النفس. تفضلي دكتورة، المايك لكم دكتورة. نعم دكتورة ابتسام، تفضلي. نعم دكتورة، نعم الآن الصوت واضح، تفضلي. تمام. شكرا جزيلا استاذ مهند، شكرا جزيلا دكتور نزار، كتاب مهم جدا وفيه معلومات جدا مهمه وقيمه. اللي شدني دكتور نزار مهارات الابوه والامومه، فهي مهمه جدا، حيث يمكن من خلالها ان نحسن عمليه التربيه ونعمل على بناء جيل سليم خالي من الامراض النفسيه. والمهارات عديده، منها الاستماع الى الاطفال، القدوه الصالحه، اظهار الحب والموده. أعتقد مهارات الأبوة والأمومة الإيجابية يجعل الأطفال أكثر نجاحاً. ومثل ما تعرف حضرتك دكتور نزار، نظرية التعلم اللي قدمها باندورا بينت أنه الطفل بحاجة إلى نموذج إيجابي وسليم وصحيح، من خلالها نصل إلى بناء جيل سليم وخالي من الأمراض النفسية. هل تتصور دكتور نزار أنه بالإمكان أنه نأسس مراكز معينة لتعليم الآباء ولتعليم الأمهات مهارات صحيحة وسليمة تكون ناجحة عندنا بالمجتمع العراقي؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة ابتسام. تفضل دكتور نزار. شكرا دكتور. شكرا دكتورة ابتسام على هذه المداخلة، والسؤال قيم حقيقة ومهم جدا.
مثل ما تفضلتي دكتوره حضرتك وتكلمتي عن مهارات الابوه والامومه واهميتها واهميه التعلم واهميه اكتساب الاباء لهذه المهارات ونظريه بناء الدور. الحقيقه هو طبعا مؤلف ايضا يعني مضمن النظريات لكن يعني جاوزتها لقصر الوقت، من ضمنها نظريه بناء الدور وكلها يعني لانه هو ماخذ الجانب النفسي والجانب التربوي بشكل مفصل مضمنها. فطبعا بالتاكيد مثل ما تفضلت دكتوره هذا الشيء مهم، يعني النموذج الصالح والقدوه الحسنه. يعني هذه المراكز الحقيقه يعني هو فعلا فكره يعني مناسبه وجيده. الحقيقه هي بالخارج موجوده اكيد، يعني حتى هناك كراسات يعني الام عندما تبدا فتره الحمل او هذا يعني هناك مراكز ويطوها يعني حتى يعني كتيبات او فتشي من هذا المنشورات مصوره وكتب يعني قيمه وبشكل مبسط يعني وعلمي ومفهوم للام يعني كيفيه الرعايه، يعني موجوده يمكن من الستينات ربما او يعني موجوده تراجع شو اسمه مع اول حمل او هذا خاصه يعني الحمل الاول وتاخذ هذه الكراسات مصوره وتراجع هذا يعني هذه المراكز يعني الى قبل الولاده يعني يعطون تفاصيل يعني كان هناك يعني اخصائي. اما عندنا يعني هي المفروض يعني كان في وزاره الصحه يمكن اكثر يعني جهه معينه لكن ما مفعله بشكل يعني دقيق او ما موجوده، يعني غالبا الامهات يراجعون طبيبات الولاده ويسالون عن التنين او غيره، يعني بعض الامور الصحيه ربما ينطوها مقويات او فتشي او يعني تعتمد على القطاع الخاص، يعني اكثر شيء موجوده كانت يعني افكار يعني بالعالم موجوده لكن احنا عندنا يعني في وزاره الصحه جهه معينه يمكن ما يعني مراكز الصحيه هي اللي تقوم بهذا الجانب يعني الموجوده، لكن يبدو يعني نشاطها او عملها ليس مفعل بالشكل الدقيق كما في الخارج، اكثر شيء يلجؤون الى يعني الطبيبات في العيادات اكثر شيء، وتكون يعني طبيبه ربما هي تتولى تابع الام الى الولاده يعني الى مرحله الولاده. نعم دكتوره شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور نزار. نعم زملائنا مستمرين بطلب المداخلات والأسئلة. الآن المداخلة مع السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر. تفضل دكتور. دكتور نزار شكرا جزيلا على هذه القراءة وعلى هذا الكتاب المهم، حقيقة يعني معلومات قيمة ومعلومات مهمة ومعلومات نحن بأمس الحاجة لها حقيقة. جزيت خيرا دكتور نزار وحقيقة موفق في الاختيار، يعني اختيار كتاب مهم. دكتور نزار ألا تعتقد أن لدينا مشكلة حقيقية في يعني في مسألة تطور الطفل وفي مسألة التعامل مع الطفل، وبالتالي أعتقد يعني الأب والأم هم من يحتاج إلى التطور ومن يحتاج إلى التدريب على كيفية، لأن الطفل باعتباره مستلم يعني يستلم من مجتمع يستلم من نموذج أمامه هو الأب والأم، فبالتالي حقيقة نجد النسبة الأعلى والأكبر من أطفالنا هي تعاني من إشكالات حقيقية في هذا الجانب، ولا تأخذ الفسحة الحقيقية في منطقة الطفولة المنطقة المهمة العتبة المهمة في تشكيل البدايات الأولى لشخصية الإنسان، لم تأخذ الفسحة الكاملة من الوعي من التطور من التربية، لأن يعني تعلم أنت هناك أنت ربطت بين التربية ويعني الجانب النفسي والجانب التربوي، وحقيقة ربط مهم جدا ينعكس على تطور الطفل وعلى وعي الطفل وعلى تعامل الطفل مع محيط الخارجي. شكري وتقديري لك دكتور نزار. الله يبارك فيك دكتور شكرا جزيلا. نعم دكتور شكرا جزيلا دكتور عبد الباقي استاذنا الكريم على هذه المداخله، وفعلا حضرتك مثل ما تفضل الدكتور يعني اود اعقب دكتور يعني هو الحقيقه يعني مجتمعنا تعرف يعني هاي تراكمات المشاكل اللي صارت يعني ويعني من تفاصيلها معروفه يعني من التسعينات من الثمانينات يمكن يعني دخلنا لذلك يعني مشاكل اجتماعيه صارت كثيره ولحد الان يعني نشوف هناك فد بون شاسع يعني بين الـ يعني طبقات المجتمع، يعني لاحظ اسر تحرص على ابنائهم وتدخلهم احسن المدارس وربما مدارس اهليه في سبيل حتى لا يتزاحمون مع ربما عدد الطلبه في المدارس الحكوميه قد يكون عالي
حتى لو كان التعليم فيها جيد وربما افضل من الاهليه، لكن يوديهم للاهليه حتى يمكن يقول لك الصف ب 20 او 25 ويحرصون والصرف عليهم ويصرفون، وحتى يتابعوهم الى الكليات بشكل ويصرفوا لهم حتى في الكليات يعني ايضا يدخلوهم. ونلاحظ في نفس الوقت يعني تلاحظ موجودين اطفال الشوارع، موجودين في بعض الاسر يعني ربما في التسعينات ولحد اليوم يعني محرومين من التعليم في مراحل، رغم انه قانون التعليم الالزامي يمكن شرع من اواخر السبعينات ربما والى حد المتوسطه يعني، لكن بالتسعينات راح يعني انتهى تفعيله، ولحد الان اليوم يعني انا ذاك اليوم صعدت وياه بتاكسي يعني قد ابني يعني خلينا نقول فات 25 سنه والله، وقعدت يمه وصل يم سياره قدامنا مكتوب عليها كتابه، قال لي حجي هاي شنو مكتوب عليها يعني زين هيك بهبل يعني واحد يعني ايش يتحدث، والاطفال بالترافيكات تشوفهم يعني هذول من اسر هذول ابنائنا مجتمعنا ما مستوردين، فالبون الشاسع يعني اكيد هناك يعني اكو ناس يهتمون حريصين على ابنائهم ويردون لهم احسن المواقع والمراكز، واشخاص يعني ربما يخرجوهم من المدارس هذا ويدزوهم يعني للعمل، وموجوده هاي معروفه عماله الاطفال ويعني جانب هذا، واحنا حقيقه مجالنا نتناولها. فهذا مثل ما تفضل الدكتور يعني هذا شيء مؤسف، لكن الواقع يعني هذا هاي على الجهات المسؤوله تفعل التعليم الالزامي واضافه المراكز يعني الاهتمام بالطفوله وتوعيه الاسر وربما قوانين صارمه تحاسب الاباء اللي يعني يخرجون ابنائهم من المدارس، يعني يجب ان يكون يعني يتحمل عقوبه بهذا الشيء، يعني هذا يعني حرمه من مستقبل انتهى يعني، والامثله كثيره. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا لكم دكتور. مداخلة أخرى من أستاذ دكتور ذكرى، تفضلي دكتورة ذكرى. نعم دكتورة ذكرى فقط اضغطي على المايك. السلام عليكم سيادة العميد. نعم دكتورة. المحترم والأساتذة الحضور. عليكم. شكرا دكتور نزار. أهلا وسهلا تفضل. شكرا دكتور نزار، الموضوع في غاية الأهمية وفي نفس الوقت في غاية الخطورة. موضوع يعني علم النفس التكويني أو ما يسمى بعلم نفس النمو، بالحقيقة أنا درسته حينما كنت طالبة بكالوريوس في المرحلة الثالثة قسم علم الاجتماع جامعة بغداد، وتلقيت هاي المادة لسنة كاملة من الأستاذ الفاضل دكتور كامل علوان الزبيدي. أتمنى يعني أن بهذا الوقت يعني أن تضاف هذه المادة لمرحلة الثالثة فرع علم الاجتماع بكونها مادة جدا مهمة، تبين يعني تأخذ الجنين بعد يعني الإخصاب حينما يصبح جنين ويستمر بعد الولادة والطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة، ويستمر يعني من تسميته نموه، لأن هذا يعني هذا الموضوع يحتاجه طلابنا في قسم علم الاجتماع. بنفس الوقت الأسرة العراقية، وأنا هاي دائما أقولها، تعاني حاليا من مشكلات كثيرة وتعاني من جرائم أسرية كثيرة، وأعتقد السبب الأساسي هو إهمال الصحة النفسية للأطفال وإهمال الجانب النفسي العاطفي، يعني إهمال الإشباع النفسي العاطفي، هذه نقطة. والنقطة الثانية ما وصلت إلى هو إهمال أيضا وظيفة التنشئة الاجتماعية، أصبحت هذه الوظيفة تقوم بها قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وجماعة الرفقة. الأسرة العراقية يعني كأنما تختصر عملها بأن هناك توفير للحاجات المادية مع أهميتها، يعني حاجات الأطفال، ملابسهم، المأوى، السكن، ولو هناك الكثير من الأسر أيضا تعاني من هذا النقص، لكن الغالبية أهملت الإشباع النفسي وأهملت الصحة النفسية للطفل، وأهملت كذلك للمراهق وحتى الشاب، وكما بينت كما أهملت وظيفة التنشئة الاجتماعية. فبالتالي ما نعاني هو أن تكون هناك شخصيات غير سوية، أنماط سلوكية غير سوية أو عقد نفسية كثيرة، فبالتالي حينما تحدث المشاكل أو تحدث جرائم أسرية ويطلبون العلاج أو الحل، العلاج والحل مع أهمية القانون ليس هو الكافي وليس هو المعالج الوحيد للجرائم الأسرية في الوقت الحاضر. يعني إحنا ما نقدر نكبل الأسرة بكثير من القوانين والعقوبات، وإنما يعني أن يكون هناك عمل مشترك لتقوية منافذ ومكامن
علم النفس وعلم الاجتماع بالمدرسه وفي الجامعات، الكليات، أن تكون هناك مراكز للاستشارات النفسية والاجتماعية في كل العراق، أن يكون هناك تمكين نفسي اجتماعي للأسرة، ليس فقط مع التمكين المادي طبعاً، القانون جداً مهم، لكن لو نعمل أن ننشط من جديد مراكز الاستشارات النفسية والاجتماعية كان بالإمكان أن نحل كثير من المشاكل. حالياً لما نلاحظ يعني ارتفاع طلاق أو ارتفاع، هذا ليس مشكلة الشباب فقط، وإنما مشكلة سنوات سابقة لتنشئة اجتماعية خاطئة، لافتقاد للعامل النفسي، الطفل أو المراهق حينما يفتقد للاطمئنان النفسي أو يفتقد للشعور بالانتماء داخل الأسرة أو ما مشبع حركاته. عفواً على الإطالة، بس يعني نكمل الاختصار يعني. مهند خلي تكمل دكتورة ذكرى، كلامها مهم جدا، خلي تكمل مهند لطفا. آسفة دكتور مهند على الإطالة، لكن لا تفضلي دكتورة ذكرى، تفضلي بالعكس، تفضلي كملي. شكرا سيادة العميد، ممنونة جنابك، شكرا جزيلا، آسفة، لكن أني كمختصين في علم النفس، في علم الاجتماع، في الأنثروبولوجيا، في آخر جلسة حضوري في مجلس النواب أنا نبهت على هذه النقطة بأن النشط المراكز الاستشارات النفسية العاطفية الاجتماعية، ممكن الكثير من المشاكل نستطيع أن نحلها قبل أن تصل إلى القتل أو قبل أن تصل إلى الانحراف، لأن الأسرة حالياً مشاكلها بسبب عدم مراعاة الصحة النفسية للطفل أو المراهق أو عدم الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية، فبالتالي نصل إلى مرحلة ننتج بطريقة ربما غير قصدية أنماط سلوكية غير سوية. لاحظ الكثير من البرامج الفضائية الموجودة بالوقت الحاضر، هاي أنا أنبه دائماً إليها، هي من تعنى بابتكار أنماط ثقافية جديدة لكنها غير مقبولة اجتماعياً، أصبحت لكن بمرور الوقت سوف تصبح هي المقبولة وبالتالي هي غير سوية. أنا طبعاً أشكر الجميع وأسف على الإطالة، والموضوع جداً مهم. شكراً جزيلاً دكتور نزار، شكراً جزيلاً لقسم علم النفس، شكرا جزيلا لسيادة العميد شكراً على هذه الفرصة. شكرا. شكرا دكتورة ذكرى. شكرا. شكرا دكتورة ذكرى. الله نزار تفضل. تسمح لي دكتور، عفوا بارك. شكرا دكتورة ذكرى، شكرا على هذه المداخلة، وأنا أتفق مع حضرتك بكل ما ذكرتي، فعلا جوانب يعني مهمة، وجانب علم النفس والاجتماعي أو التكويني يعني، وحتى الجوانب الأخرى هي جدا مهمة في المجتمع، وإحنا نعرف يعني مشاكل المجتمع اليوم وأهمية النفس. وأنا أضيف يعني على ما ذكرتي حضرتك يعني من هذا المكان السيد العميد موجود، يعني حبذا لو يعني تدخل مادة علم النفس في جميع الكليات مناهج أسوة بحقوق الإنسان. يعني أنا مثلا يعني هناك مادتين يمكن إحنا ما نريد ندخل بها، طبعا هي أمور يعني مسائل مناهج يعني هناك مختصين، لكن هو اقتراح يعني مثلا حقوق يعني مادة الحرية والديمقراطية ربما هي جزء قد تكون يعني مفردة من مفردات حقوق الإنسان، حق الحرية والديمقراطية حق من حقوق الإنسان، ممكن تضمن في مادة حقوق الإنسان وتستحدث علم النفس، وعلم النفس موجودة في يعني بقية الدول موجودة معروفة. يعني في اليوم سألني واحد يعني سألني أنت شنو يعني باي ذا واي بالطريق بالهذا، قلت له أنا سايكولوجي، قال إيه إحنا، قال أنا كنت بإنجلترا ودرست هاي كورس أخذته بالجامعة، من كنت أدرس دارس بالخارج، واخذنا كورس سايكولوجي يعني ضمن هذا، هو اختصاصه ماده هندسه وفتشي يعني، فمضمن ضمن الكليات يعني اسوه بهذه الماده لاهميته طبعا، ولا اقول هذا الشيء لان اختصاصنا، لكن هاي يعني حقائق ومعطيات مثل ما ذكرتي حضرتك ومثل ما يعني معروفه بالعالم يعني، وماده مهمه وتدخل يعني المجال، فحبذا يعني هذا مقترح يعني حبذا لو يوصل الى الجهات المعينه واهميته معروفه هذا الشيء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور نزار. معنا دكتور قصي، تفضل دكتور قصي. نعم، السلام عليكم. السلام. شكري وتقديري لأخي وحبيبي دكتور عبد الباقي الخسرجي عميد كلية الآداب على هذه الجهود العلمية الطيبة، والشكر لزميلنا الكريم دكتور نزار، والشكر أيضا موصول لأخي أستاذ مهند الذي يدير هذه المنصة الموقرة. هنالك بعض الإضافات ممكن أستفيد من جناب الدكتور نزار، عفوا نزار،
على أن يوضح لي بعض الأمور. هو كيف نتبين علامات الطفل من ذوي الاحتياجات في الأسر، وخصوصا في الأسر يعني المتوسطة، متوسطة الدخل أو من ذوات الدخل المحدود. اثنين، مشروع العناية بالطفل هو مشروع عمل مؤسساتي تنهض به المؤسسات الحكومية الرسمية وليس عمل فردي. إذا كان عملا فرديا فهو يعني كأنما يتمثل بحلول ترقيعية لا تغني شيئا من الموضوع. وجود المدارس مثلا الخاصة أو الروضات أو الحضانات ذات الشأن الرفيع يشكل نوع من الألم والحسرة لدى العوائل الفقيرة ولدى الأطفال الذين ينتمون إلى عوائل فقيرة. فقرة أخيرة، قضية العنف الأسري مشمول بها الطفل طبعا لكن من طرف خفي، يعني وراء الكواليس الطفل يكون مع أمه إن كانت الأم لديها أطفال. هنا يعني يقع الحيف والنتائج المأساوية والسلبية فيما بعد على نفسية الطفل، مثل ما وقع على نفسية الأم بشكل مباشر سيقع على الطفل هذا المسكين، الحلقة الأضعف في الأسرة. ربما رأينا في هذه السنة التي مضت اللي هي سنة الاعتكاف المنزلي بسبب جائحة كورونا، كيف أن بعض الأمهات أو بعض قسم من الآباء وقسم من الأمهات تصرفنا تصرفا لا إنسانيا مع أولادهن أو بناتهن. يعني للأسف قضية العنف الأسري مشمول بها الطفل لكن من طرف خفي يتحمل وزرها في الطفولة ويدفع ثمنها حينما يكون شابا أو شابة. شكرا جزيلا، دعائي للجميع بالتوفيق والسداد. شكرا جزيلا لكم دكتور. نعم دكتور نزار تفضل. نعم شكرا جزيلا دكتور قصي على هذه المداخلة وهذه الاستفسارات، وأجيب بالآتي بقدر المستطاع. الحقيقة مسألة العناية بالأطفال كعمل مؤسسات فعلا مثل ما تفضلت جنابك الكريم، احنا المؤسسات الحقيقة يعني هي المعنية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هي وزارة الشؤون الاجتماعية، وهناك دائرة هي دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة معنية بهذا الجانب. والحقيقة يعني حسب اطلاعي من خلال ايضا مؤتمرات حضرنا معاهم يعني وحسب يعني ايضا قمنا ببحوث يعني ومرينا بمعاهد خاصة بهم، يعني معاهدهم محدودة جدا ويعني بها الامكانيات لكن محدودة وتستقبل عدد يعني معين، يعني في بغداد يعني بغداد اللي كل امكانياتها. هناك معهد بالكرخ لذوي الاحتياجات الخاصة يعني بالنسبة للعوائق الفيزياوي، ربما لاختصاصات معينة وربما ماكو اختصاصات ايضا، يعني يمكن معهد واحد يضم عظم يعني عوائق فيزياوي ويضم ربما التوحد او غيرها. هناك يمكن معهد السعادة في شارع فلسطين وبالكرخ بالسيدية يمكن اكو معهد هاي يعني حول العوائق الفيزياوي او غيرها، فمحدودة جدا للأسف يعني، وامكانياتهم يعني ما اعرف ربما متواضعه، يعني موجودين الاخصائيين موجودين الكفاءات لكن يعني يعني مع الاسف هذا الجانب. بالنسبه للرعايه بشكل عام يعني الاطفال يعني هو هناك يعني كان هناك نظام يعني في بالعالم موجود، هو هناك طبيب الاسره يسمى او المراكز الصحيه في المناطق، يعني المستشفيات ما يذهبوا لها الا يعني عن طريق هذه المراكز، تراجع مركز في كل منطقه هناك مركز معين ومسؤول عن كذا ألف خلينا نقول مريض في هذه أو يعني مواطن في هذه المنطقة، فهذا في كل مركز هناك طبيب الأسرة، فهذا يشخص أي حالة ثم يحيلها للمستشفى المختصة، وهذا مسؤول عن متابعة حالات الأشخاص في المرحلة بما فيهم الأطفال. هذا أيضا يعني المراكز الصحية يعني غير منظمة بهذا الشكل، ربما كانوا في فترة يعني سعوا إلى تنظيم هذا الشيء لكن يعني الظروف يعني البلد يمكن تجمد او يعني توقف هذا المشروع يعني هذا. ومثل ما قلنا بالنسبه للعنايه يعني بالمؤسسات المختصه يعني المعوقين يعني ربما محدوده، وبالتالي الجانب القطاع الخاص يعني ياخذ على عاتقه يعني الاستفاده من ربما خبرات بعض الخريجين وغيرها
ينشئ بعض وحتى هاي يعني المعاهد القطاع الخاص هي مجرد يعني حتى ما مؤهله، بيئه مأجره ومرتب بعض الاجهزه وهذا وماخذ اخصائيين اجتماعيين ليس بال يعني بال بالمستوى المطلوب يعني. ومع ذلك مثل ما تفضلت يعني العوائل الفقيره او ذوي الدخل محدود تكون محرومه لعدم امكانيتها على دفع يعني اجور هذا. العنف الاسري بالتحديد او بالتاكيد يعني استاذي العزيز يعني يؤثر في نفسيه الطفل، وشيء اكيد يعني هذا الطفل هو سنسيتيف حساس يعني من ضمن الانواع الموجوده، وبشكل عام يعني هو يتاثر في كل وينصدم ويعني باي حدث، فاكيد هاي تنعكس على شخصيته. ومع الاسف يعني ايضا ما عندنا نفتقد الى المراكز الخاصه الاجتماعيه، يعني يمكن في يمكن نشاهد بالافلام يمكن في الدول يعني المتقدمه، احنا ما نريد نمدح الدول المتقدمه ايضا عندهم يعني سلبياتهم وهذا ما نعكس صوره صعبه، لكن يعني نشاهد يعني هناك يعني طبعا نسمع يعني كثيرا من المغتربين العرب الراحه والعراقيين هذا تشوف يعني اذا صار عنف او هذا ممكن الجيران يتصلون راسا وتجي الشرطه ويعني معهم اخصائي اجتماعي هذا، وقد يسحبون الطفل اذا كان يعني يعني الاسره غير يعني مجرد تقرير مال اخصائي اجتماعي يقول هاي الاسره مثلا الام كذا تتعاطى شيء او هذا او بينات المشاكل هذا، يسحب الطفل ويوضع في مراكز اجتماعيه وربما يرسل الى اسره اخرى تتبناه. احنا ما عندنا هذا الشيء، وبالتالي الطفل يتحمل كل الجوانب السلبيه الموجوده في الاسره، وبالتاكيد تنعكس على تصرفاته وقد تؤدي الى يعني مشاكل مستقبلا، انحراف وغيرها. ومع الاسف يعني هذا الشيء. وشكرا جزيلا. تمام دكتور. اليوم تعبناك انا دكتور، المداخلات كثيره. المداخله الاخيره موجود يعني. اسلم دكتور. المداخلة الأخيرة مع دكتور منال صبحي، تفضلي دكتورة منال. السلام عليكم. عليكم السلام دكتورة، تفضلي. طبعا أوجه سلامي إلى الدكتور سيادة العميد دكتور عبد الباقي المحترم، وإلى الزملاء وإلى الأخ العزيز والزميل دكتور نزار. وطبعا شاركر لهذا الموضوع، وهو موضوع جدا مهم وشيق بالنسبة للجميع، لأنه إحنا كلنا مرينا بهاي المراحل، والآن يعني نمر بمراحل تربية الأولاد، وهاي المراحل اللي ذكرها يعني هي مرحلة تطور الطفل ونمو الطفل، تمتد من مثل ما فصلنا يعني الدكتور من قبل الميلاد وبعده، وأيضا كل مرحلة إلها مراحل نمو جسمية انفعالية عقلية إلى آخره. عندنا يعني وأيضا بعض النظريات والمنظرين والعلماء ركزوا على مراحل الطفل، مراحل النمو للطفل اللي هي هاي في مراحل الخمس سنين الأولى أو الطفولة المبكرة، ويعني أشاروا أنه هي الأساس اللي يبنى عليه شخصيته بالمستقبل، وتبنى عليه يعني شخصيته نفسيا وانفعاليا والى اخره. زين هنا يعني اكو ممكن اشياء نفسيا تعدل بالمراحل النمو الطفوله المتاخره او المراهقه المبكره والمتاخره واللي بعدها، وممكن اكو يعني مثل ما ذكر فصل من الفصول الدكتور نزار، اكو امراض يصاب بها الطفل اذا كانت جسديه او امراض يعني اخرى مثل طيف التوحد. يعني هاي الامراض ممكن تستمر للطفل يعني ومع الطفل من نشأته وما إلها إلى ما لا نهاية يعني. فالأهل بالتالي يلجؤون إلى مراكز لعلاج هذه الأمراض. فإحنا موجودة عندنا مراكز يعني هسه مستحدثة، ما أعرف يعني بكل منطقة وبكل مكان تصير أكو مراكز لمعالجة طيف التوحد. من نجي يعني لهاي المراكز نسأل منو اللي مسؤول عن المركز، نلقى له تخصص رياضيات أو هندسة أو تخصصات يعني بعيدة جدا عن علم النفس وبعيدة جدا عن مثلا الطب النفسي أو كذا، حتى نعرف إنه هذا فعلا دا يفيد الأطفال. فيعني يعني هاي مشكلة إنه إحنا نعاني منها، لا الأهل اللي هم مسؤولين عن الطفل عندهم ثقافة وعندهم دراية ويقدرون يحصلون على هاي الثقافة والدراية بصورة متيسرة حتى يعني يعرفون شلون يتعاملون ويا هذا الطفل،
ولا عندنا المراكز الموجودة هي فعلا فيها ناس متخصصين ومن أهل الخبرة والدراية والكذا. يعني سألت أكثر من مركز يدخلون دورة أو كذا وخلص يفتح مركز، فيعني هاي فدهم مشكلة يعني موجودة، وما أعرف شلون تجيهم الموافقات ودزيد، يعني هاي المراكز دزيد، ويعني والأهل يحاولون إنه يخلصون من مشكلة الطفل هذا، من مشكلة طفلهم إنه هو يعني يدخلوه بمركز توحد، وإذا بمركز التوحد هو عبارة عن سجن للطفل، كأنما يحد من حريته أو يحجزوه فترة، يعني يخلصون من مسؤوليته إلى أن يرجع لهم الطفل مرة أخرى. فيعني هاي الأمراض اللي تستمر مع الطفل، وإلى يعني ممكن هو يعني ويا النمو هي تستمر. فهاي يعني دكتور نزار ممكن إنه إحنا في الطريقة يعني خال هذا الكتاب في الطرق للتعامل ويا هاي الحالات بالنسبة للأهالي مع أطفالهم. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة بنا على هذه المداخلة على استفسارات. الحقيقة دكتورة مثل ما تفضلتي، هي هاي المراكز يعني القليل ذكرت الدكتور قصي، يعني هي متواضعة جدا، وهي أشبه ب يعني استثمار تجاري، تفضلتي ما لهم علاقة بأي تخصص، هي مجرد روضة، يعني مثل روضة لا أكثر ولا أقل، أو مدرسة ابتدائية، يعني أصلا مو فقط أصلا هي هاي المراكز، يعني هي شروطها إحنا عقارية، وهذا نعرف شروط فتح المركز، يعني يجب أن يحتوي على طبيب نفسي، يعني يجب أن يكون طبيبها بدرجة أولى، غير أخصائي اجتماعي من ضمن الكادر مالته، يعني ستاف متخصص كامل من ضمنهم طبيب نفسي، وربما طبيب يعني حتى طبيب عام جنرال، يعني يعرف بالأمراض الأخرى التي قد يصاب بها الطفل، فهي ما متوفرة نهائيا، وحتى الأخصائي الاجتماعي ما موجود، أو الأخصائي النفسي ربما قد يكون موجود، وهي بالتالي ما أعرف يعني هي ضابط الفتح مالتها، هناك يعني أكيد فيها موافقات، مستحصلة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، بس هل بها ستاف يعني مثل المدارس الابتدائية اللي تفتح مثلا موجودة عندنا مطلوب منهم تخصصات أو الثانوية أو غيرها، حتى يجب أن يكون يعني مدرسين موجودين حسب التخصص، أو معلمين موجودين أيضا بتخصصات معينة وعدد معين وحسب المراحل وغيرها. هاي هنا اعتقد عفويه، يعني موجود مطلوب منهم يعطوهم الاجازه، لكن هناك تساهل في الستاف مالتها، وحتى لو كان هناك موجود ستاف يعني ربما ما يمتلكون الاجهزه، يعني هاي حتى التوحد يعني المعاهد الحكوميه الخاصه قبل يعني بالثمانينات الزايرين معهد الصم والبكم بالكراده، يعني حتى عندهم اجهزه ما يعني فحص السمع وقوه السمع وغيرها، حتى استخدمناها يعني احنا جربناها على الاسنان، ما يعني هاي الاجهزه ما متوفره نهائيا بهذه المراكز، لا مال التوحد ولا غيرها، واحنا يعني هم طبقنا بحوث يعني حول في مجالات معينه على عوائق الفيزياوي او غيرها، وزرت هاي المراكز، يعني مجرد هي صفوف عاديه وما بها اي، مجرد صف عادي رحلات وهذا كل شيء ما بها، يعني ومدراء هذا عندهم بعض الصور هيك يعني كارتات يعني عرضوا لهم اياها، مجرد مال لوحات يعني مثل اللي تعرض للابتدائي العادي، فبالتالي يعني هي مراكز عاديه، ويعني هي تبقى على عاتق وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي تعطيهم هذا الشيء، يبقى يعني المراجعات بهذا الشيء يجب ان تكون لاطباء مختصين يعني بالامراض النفسيه او ربما حتى العقليه، يعني في المستشفيات او في عياداتهم، يعني المستشفيات يعني هي الاقسام يعني المختصه بهذا الشيء، يعني مستشفى الرشود او غيره، او حتى مدينه الطب، وهذا في بغداد التشخيص يتم عن طريق الاطباء، لان هذه المراكز ما فيها اي اطباء على حد علمي ولا متابعه. نعم دكتور، شكرا جزيلا مره اخرى دكتور نزار، شكرا جزيلا للرعايه المستمره والدعم المتواصل من السيد عميد كليه الاداب لهذه المنصه الثقافيه العلميه. شكرا جزيلا لجميع الحاضرين، اساتذتنا الكرام، زملائي الاعزاء، وطلبه الدراسات العليا. دكتور نزار، شهادة إن شاء الله تقديرية تستلمها باسم عمادة كلية الآداب غدا من مكتب إن شاء الله، وشكرا جزيلا مرة أخرى، نلتقي معكم في قراءات جديدة من قراءاتنا للكتاب وعلى هذه المنصة العلمية الثقافية.
دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا شكرا للجميع، وشكرا للدكتور نزار، وشكرا لقسم علم النفس، وشكرا للدكتور ابتسام، وشكرا لكل الحضور الكريم اللي شرفنا اليوم في منصة نادي الكتاب. نشرف فيك دكتور، شكرا لك. شكرا شكرا دكتور نزار، شكرا، كنت مبدعا ومميزا ومحاورا جيدا، بارك الله فيك يا دكتور نزار، وشكرا لرئيسة القسم الدكتورة ابتسام، وشكرا لجميع الحضور من أساتذة كلية الآداب الرائعين المحترمين حقيقة في هذه الأمسية، شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا لكم دكتور، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.